بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الله عز وجل أسأل أن يرزقنا حسن النية. كنا تكلمنا، ذكرنا بالأمس حديث أبي اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، يعني في ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظله. ذكرنا قبل ذلك السبعة الذين يظلهم الله في ظله، يعني في ظل العرش. الآن صار بهذا الحديث صاروا ثمانية، مش بس سبعة الذين يظلهم الله في ظل العرش لما تدنو الشمس من رؤوس العباد، أكثر من ذلك. لكن أولئك السبعة ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد، وفي أحاديث أخرى ذكر غيرهم. من هؤلاء الذي ينظر معسرا أو يضع عنه. معسر، واحد أنت بدك منه مال، أقرضته مالا لكن صار معسرا ما عنده، فأنظرته، أجلت له. هذا الإنظار واجب، يجب عليك أن تنظره، حرام عليك ألا تنظره. تقعد تلاحقه من محل لمحل وأمام الناس بدي مالي حل الأجل، وأنت عارف، أنت تعلم أنه معسر، ففي هذه الحال أنت واقع في المعصية، فيجب إنظار المعسر. فمن أنظر معسرا أو وضع عنه، يعني بدك منه 1000، قلت له هات 800 بلا 200، هات 500 بلا 500، خففت عنه، سامحك بالباقي، أو قلت له أنا مسامحك بكل 1000، وهذا أفضل. من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا الإنسان بيكون محفوظ يوم القيامة من أن يصيبه أذى حر الشمس لما تدنو من رؤوس العباد. مش بس هيك، يعني قلنا له ثواب، ويظله الله في ظل العرش في ذلك اليوم العظيم. بل الحافظ السخاوي، علم الدين السخاوي، حافظ من الحفاظ، تلميذ الإمام ابن حجر العسقلاني اللي شرح البخاري، الحافظ السخاوي يروي عن شيخه ابن حجر العسقلاني أنه ذكر 3 سبعات غير السبعة الذين ذكروا في حديث الصحيحين. وقلنا بالحديث اللي رواه البخاري ومسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، وامرأة ذات دعية، يعني ذكرنا هذا الأمر، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. هول 7. ابن حجر العسقلاني الحافظ عم بيقول في 3 سبعات غير السبعة الذين ذكروا في هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، يعني 3 سبعات 21، والسبعة المذكورين بهذا الحديث قديش بيصيروا؟ 28. 28 شخص، مش شخص، 28 صفة من توفرت فيه من المسلمين هذا يوم القيامة يكون في ظل العرش. من توفرت فيه، من رزقه الله تعالى ذلك، يوم القيامة يكون في ظل العرش. هؤلاء 28
حازوا أكرمهم الله بصفات معينة من الطاعات، فاستحقوا بسببها أن يكونوا تحت ظل العرش. إذن سبعة يظلهم الله، هذا جزء منهم، وبعد في ثلاث سبعات غيرهم، يعني بعد في 21. فلما نقل الحافظ السخاوي عن شيخه ابن حجر هذا الكلام، أنه ذكر ثلاث سبعات غير السبعة الأولى اللي في الحديث، حديث البخاري ومسلم، صار يتتبع السخاوي هذه الأحاديث 21 حديث حديث، أنه شيخي ابن حجر عم بيقول في بعد ثلاث سبعات، يعني 21 حديث. شو أني هون ال 21 حديث؟ جمعهم وصار يتبع حديث حديث الصحيح، هذا شو وضعه؟ لأنه حافظ، فصار اشتغل بهذا الأمر، فأوصلها إلى اثنين وتسعين خصلة، 92 خصلة صفة طيبة حميدة، من توفرت فيه، من توفرت فيه يعني كان عنده بعضها مش كلها، من توفرت فيه صفة منها من المسلمين استحق أن يكون في ظل العرش في ذلك اليوم العظيم، في يوم الأهوال. شوفوا أهل العلم قديش يبذلون جهدا خدمة لدين الله تبارك وتعالى. كان اكتفى أنه إيه مشايخي الحافظ ابن حجر، مثل ما بيحصل منا نحن في كثير من نقعد بمجلس العلم بيكون عالم بيذكر مسائل وكذا، ايه سمعنا وطلعنا، شو قال الشيخ قال كذا، خلص انتهى دورك. لا، الحافظ السخاوي سمع هالكلام من شيخه، بعد في 21 حديث هيك بدي اقعد، صار يتبعها لانه حافظ، فظهر له احاديث غير ال 21 اللي ذكرها ابن حجر وغير السبعه اللي مذكورة في سياق واحد في الحديث، فأوصلها إلى 92 خصلة، من توفرت فيه خصلة واحدة منها يكون في ظل العرش في ذلك اليوم. لما ظهر معه ذلك اكتفى به لنفسه؟ لا، فراح عمل كتاب، عمل كتاب سماه الخصال الموجبة للظلال، الخصال الموجبة للظلال. شو الخصال؟ الصفات اللي إذا توفرت بالشخص يكون في ظل العرش في ذلك اليوم، الشخص المسلم. من حاز هذه الخصال يكون تحت ظل العرش. 92 خصلة، وذكرها خصلة خصلة، وكل خصلة استدل عليها بالأحاديث الواردة فيها، إنه من كان عنده هذه الصفة هذه الخصلة يكون في ظل العرش. شو الدليل؟ الدليل إنه ورد في ذلك حديث كذا وحديث كذا وحديث كذا. نذكر بعض منها هيك لنستفيد، اللي ذكرها السخاوي منها: من عاد صلاته في جماعة، من عاد صلاته في جماعة، أعاد يعني صلى في جماعة، انت فتت صليت الظهر جماعة، ثم بعد أن سلمتم من الصلاة دخل شخص منه صلى الظهر، فحتى لا يصلي منفردا ويكسب ثواب الجماعة، أنت صليت معه صلاة معادة، سواء وقفت إماما أو وقفت مأموما، لما بدك تنوي وتقول أصلي الظهر معادة، أنت سقط عنك الفرض لما صليت جماعة إماما أو مأموما، لكن أعدتها من أجل أن تكسبه ثواب الجماعة،
قديش صلاة الجماعة بتزيد على صلاة الفذ الفرد الواحد؟ 25 درجة. طيب وقديه بين الدرجة والدرجة عند الله؟ فمن صلى صلاة معادة ليكسب غيره ثواب الجماعة هذا يكون في ظل العرش، هذا يكون في ظل العرش. ولو مرة. ذكرنا امبارح بحديث السبعة، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، كان لوحده ذكر الله تعالى، خشع قلبه، بكى من خشية الله تعالى، هذا يدخل تحت الذين يكونون في ظل العرش لو حصل منه هذا الأمر مرة واحدة، لو حصل منه هذا مرة واحدة. ومن جملة ذلك، شو من الخصال اللي بتخليك تكون في ظل العرش يوم القيامة؟ قال: ومن طلب علما فأدركه الموت دونه، ومن طلب علما فأدركه الموت دونه. شو يعني؟ يعني خرجت أنت في طلب العلم، أنت ظهرت من بيتك إلى مجلس العلم بنية خالصة لله تعالى حتى تحصل هذا العلم الشريف، في الطريق خلص أجلك، توفاك الله، متت، تكون في ظل العرش يوم القيامة، تكون في ظل العرش يوم القيامة. ومن جملة ذلك أيضا إسباغ الوضوء حتى في البرد، في حالة شدة البرد، إسباغ الوضوء على المكاره كما ورد في الحديث. واحد نايم استيقظ وقت الفجر ليصلي الفجر وما عنده ماء دافئ، ليس عنده ماء دافئ، وما بقى في وقت حتى يخرج تطلع الشمس، يخرج وقت الفجر ما في وقت طويل، فتوضأ بماء بارد وحرص أن يكون وضوءه تاما، جاء بالسنن، جاء بالسنن، وتحمل برد الماء بشرط أن لا يضره الماء، ما بيجوز يضر نفسه، تحمل برد الماء، هذا اسمه إسباغ الوضوء على المكاره. يعني إسباغ يعني إتمام، إتمام الوضوء مع كون النفس لا تميل إلى استعمال الماء البارد بالشتاء، تحاول أنت تدفي الماء حتى تتوضأ. فمن فعل ذلك استحق أن يكون من الذين يظلهم الله في ظل العرش يوم القيامة. ومن جملة هؤلاء المؤذن المحتسب، المؤذن المحتسب الذي يؤذن للصلوات احتسابا، يعني احتسابا شو يعني؟ يعني طلبا للحسبة، طلبا لوجه الله تعالى، احتسابا يعني احتساب الأجر عند الله، مش لأنه بياخذ فلوس من وزارة الأوقاف، لا، بيصلي يؤذن لله تعالى طلبا للأجر عند الله، يسمى المؤذن المحتسب، لا يريد أجرة مالية على ذلك، فهذا يكون من الذين يظلهم الله في ظل العرش. بل هذا أيضا المؤذن المحتسب ورد في الحديث أنه يكون أن المؤذنين المحتسبين يكونون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، يعني في يكونون في رفعة، يكونون في رفعة.
ومن جملة هؤلاء أيضا الماشي ليشيع الجنازة. واحد في جنازة مات مسلم خرج في جنازته حتى الدفن، مشى في جنازة مسلم. هذا ورد في الحديث أن الذي يمشي في جنازة مسلم له قيراط من الثواب. القيراط يعني مثل جبل أحد، حسنات، مثل جبل أحد، جبل أحد حسنات. أما الكافر في جهنم فضرسه يكون مثل جبل أحد. فمن خرج في تشييع جنازة مسلم حتى الدفن له قيراط من الثواب، أي مثل جبل أحد حسنة، لأن ذلك يجبر كسر قلب هذا الميت. فإذا كان مع الجنازة حتى دفن، يعني مش بس وصول الدفن ورجع، انتظر حتى دفن الميت، يكون له قيراطان، كل قيراط منهما مثل جبل أحد من الثواب. وهذا له أيضا بشرى بأنه يكون في ظل العرش. ومن جملة ذلك أيضا الوضوء على وضوء من غير نقض، من غير نقض. واحد توضأ صلى الظهر بقي على وضوء حتى دخل العصر، ما انتقض وضوءه، فجدد الوضوء من غير أن ينقض الوضوء الأول. هذا يدخل تحت هذا الحديث، الوضوء على الوضوء من غير نقض. ومن جملتهم رجل إن تكلم تكلم بعلم، اللي ما بيعرف ما بيحكي، ماش المهم عنده أن يدلي بدلوه وشو بيخطر على باله بده يقوله حتى يقال أوه فلان كل المجلس قاعد ساكت، يعني ما بيعرف. إن تكلم تكلم بعلم، وإن سكت سكت عن علم. الآن ما في مصلحة أتكلم فيسكت، لأن الكلام ينبغي أن يكون عن علم، والسكوت ينبغي أن يكون عن علم. شو يعني؟ كيف بده يتكلم عن علم ويسكت عن علم؟ يتكلم عندما يكون الكلام موافقا للشرع، ويسكت عندما يكون السكوت موافقا للشرع. نجي بدنا نطبق هذا الكلام على حالنا اليوم. أغلب الناس ليسوا هكذا، أغلب الناس ليسوا هكذا. نرجع منذكر ببيت الشعر: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. حط السفينة على الأرض وتيا تمشي، محلها الماء، وانت ترجو النجاة وما مشيت بطريق النجاة. وصلنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ستر مسلما يعني ستر بدنه بالإلباس، أعطاه لباسا يلبسه، ثوبا، وجده عريانا. أو ستر عيوبه وزلاته عن الناس، يعرف منه عيوبا لكن ما فضحه. فالستر هنا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام محتمل للأمرين: محتمل لكونه رأى مسلما لا يجد ثوبا يستر عورته فأعطاه ثوبا مما عنده ليستر به عورته، أو أعطاه مالا ليشتري به ثوبا حتى يستر عورته. هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم:
ومن ستر مسلما يعني ستر بدن المسلم بالإلباس أو ستر عيوبه وزلاته عن الناس، رأى عليه عيبا من غير أن يبحث، ما هو عم يفتش عن عيوبه حتى يكتشفها، رأى عليه عيبا. وهذا العيب في هذا المسلم لا يتعدى ضرره إلى الغير من المسلمين. يعني مثلا واحد وقع بمعصية، هالمعصية ضررها عليه هو، لا يتعدى ضررها إلى غيره من المسلمين، فستر عيب هذا المسلم، لم يفضحه بين الناس. يعني لو واحد مثلا شرب خمرا في بيته، عليه معصية من الكبائر، أنت بسبب ما طلعت على هذا العيب الذي فيه، ما رح طلعت لبرا يا ناس فلان يشرب خمر، فلان شرب خمر، ما ضرره ما تعداه إلى غيره، ما بتروح تفضحه. لو كان واقع بهذه الكبيرة، ليه؟ لأن ضرر هذه المعصية لا يتعدى فاعلها إلى غيره. هذا الذي يفعل ذلك يستر عيب المسلم، يستر زلاته، لا يفضعه في الدنيا جزاء وفاقا، يعني جزاء من جنس العمل على ستره عورة أخيه، الله تعالى يستر عليه يوم القيامة، يستر عليه يوم القيامة. النبي قال ستره الله في الدنيا والآخرة، ستره الله في الدنيا بستر بدنه، يعني الله تعالى يهيئ لهذا المسلم ثوبا يستر به بدنه، لا يتركه يتعرى من الثوب بحيث تظهر عورته، بل يستر الله تعالى عيوبه وزلاته، ولا بحيث لا يطلع عليها الناس في الدنيا، وفي الآخرة كذلك لا يفضح، جزاء له على ستره لعورة أخيه المسلم. لو واحد يعرف أنه من وراء هذا العمل الله ستر عليه يوم القيامة، يعرف يوم القيامة، يعرف نعم. لأنه في الدنيا قد يعمل الشخص الطاعة لكن يكون عنده خلل فيها، عجب، رياء، شيء، فما كيف يعرف أنها قبلت منه؟ يوم القيامة يظهر. فإذا في عمل لك في الدنيا وفي جزاء على هذا العمل في الآخرة. من ستر مسلما هذا العمل ستره الله في الدنيا والآخرة، هذا الجزاء على العمل. ليش؟ لماذا ذكر الستر عليه في الدنيا؟ لأن الدنيا هي محل انكشاف العورات، محل انكشاف. لما نقول عورة مش معنى السوءتين، العيب اللي يكون عند الشخص، ما بس السوء انه ظهرت عورته سوءته، لا، ما بش بس هيك، المعاصي اللي بيعملها ما بينكشف بين الناس في الدنيا، الزلات التي تحصل منه. فهذا الذي يستر عورة أخيه المسلم في الدنيا، الله يستر بدنه وعورته بثوب يهيئه له، ولا يفضحه بين الناس إن فعل زلة أو عيبا أو معصية في الدنيا، جزاء وفاقا على ستره لعورة أخيه المسلم. ثم في الآخرة الله تعالى يبعثه
مستور العورة، لا يكون لما يبعث من قبره لا يكون مكشوف العورة. الناس يوم القيامة يحشرون على أحوال، منهم من يحشر لابسا حللا من حلل الكرامة من أثواب الجنة، يعني قد يكون عليه ثوب فوق الثوب الذي عليه، يضاف إلى الثوب الذي عليه لما يبعث، يحلى يعني يزين بحلة من حلل الجنة، فيحشر وهو يلبس هذه الحلة الحسنة، ويحشر راكبا على نوق، جمع ناقة، على نوق. نوق مش من نوق الدنيا، مش من جمال الدنيا، إنما هذه النوق يخلقها الله في ذلك اليوم، مش إنه اللي كانت بالدنيا وماتت تبعث، لا، نوق يخلقها الله تعالى في ذلك اليوم، رواحلها من ذهب، الرواحل اللي بنحط عليها قماش وغيره هذا يكون من ذهب، الحبل الذي تمسك به كل هذا يكون من ذهب، رواحلها من ذهب. فإذا يبعث كاسيا يكرمه الله بحلة من حلل الجنة، يحشر راكبا على نوق رحائلها الذهب، ويطعم. الواحد من لما يموت في القبر إلى أن يبعث في أكل وشرب بالقبر، غير عم نحكي عن شهداء المعركة والذين يأتيهم رزقهم من الجنة، غير هؤلاء، لكن أكثر الناس في أكل وشرب بالقبر لا، ثم يبلى الجسد. هذا لما يخرج من قبره شو بيكون؟ ترجع الروح للجسد، بيكون في جوع وما بيكون في عطش، فهذا يطعمه الله يوم القيامة، لا يكون جائعا، لا يكون عريانا، ولا يمشي على أقدامه على قدميه. هؤلاء أهل الكرامة، أهل التقوى، أهل الصلاح، الله يجعلنا منهم. هكذا تكون حالتهم يوم القيامة. قد واحد يسأل أو رحائلها من ذهب، ما كيف بدها تكون من ذهب ونحن الرجال في الدنيا حرام علينا أن نجلس على الذهب أو أن نتزين بالذهب؟ الجواب هذا الحكم في الدنيا، هذا الحكم في الدنيا، الحكم في الآخرة حكم آخر. أنت ما لما توفاك الله خرجت من دار التكليف، ما عدت في دار التكليف يجب عليك ويحرم عليك، انتهت، خرجت من دار التكليف، فهذاك حكم آخر. نحن في الآخرة في الدنيا مكلفون، في الآخرة ما عدنا مكلفين، إنما الآخرة ليست دار العمل بل دار الجزاء على العمل، دار الجزاء على العمل. منها دار العمل بالأحكام، يجب كذا ويحرم كذا، بالجنة لما تكون في الجنة ما في يجب كذا ويحرم كذا، وإذا فعل كذا عليك معصية وهذا مكروه، ما في هذه الأحكام،